وقد ذكر هنا فائدة لطيفة تذكر هنا في كتابه الروح. كان هناك رجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يسبهما في اليقظة ويكثر من ذلك، فرآه رجل في المنام من أنه يذبح، فيقول: فلما أصبح الناس إذا بهذا الرجل قد ذبح، ورؤي أثر الذبح في عنقه ولم يعرف ذابحه. وهذا إن ثبت فإنها تفضل من الله عز وجل، وهو دفاع عن أبي بكر وعن عمر.